صباح الخير يا حلوين، كيف حالكم؟ اشتقت إليكم. اليوم سأخبركم قصة جديدة. في القصة أم وأب، سنعبر عن مشاعر الحب. الحب قلبي ينبض لو أفكر فيه فقط. دعونا نستمع إلى القصة. في يوم من الأيام، أم وأب ذهبا إلى الشاطئ. علاقتهما كانت دائما جيدة. بجانب البحر الأزرق أعطى الوالد زهور جميلة إلى زوجته، وهو يعطي الزهور قال: أنت أجمل من هذه الزهور، أنا أحبك يا حبيبتي. ابتسمت الأم لاعتراف الأب. اليوم سنرسم الأم والأب. ونلونها أيضاً.
ونلون الخلفية بألوان فاتحة بأقلام التلوين. وأنهينا. في قصتنا اليوم أم وأب ذهبا رحلة إلى البحر، وأعطى الأب زهور إلى زوجته. ها أنتم أيضا يا أطفال، تشعرون بحب الأب في القصة؟ نشعر بالحب ليس فقط من عائلتنا، ولكن أيضا من أصدقائنا، معلماتنا، ومن جيراننا. تخيلوا شخص تحبوه وعبروا عن حبكم في الصورة، وأروها إلى أحبائكم، سيفرحون بالحقيقة. إذن إلى اللقاء، باي باي.